شرطة نعم. سلام. وي تفضلي. ونقر مونتو كحل جاي هكايا ولا غريسور ولا حاجه هكا يبان لي من بعيد خاص يبان لي خويا غادي هادو قدو هادو ولا كبار كبار هادو بلا بلا قراش مع هادو بلا بلا كبار خلاص دوك البنات كافيه تندير لي كابوش تاعهم مع الشتا هادي ما نمشيش نشوف فيهم الملاح ماشي مشكل دوك البنات دوك السينيور واش كاين صح دوك البنات ولا مضى ماشي مشكل صح خويا هاي سي هاي سي السلام عليكم شرطة هذا انفورماسيون هذا لي بوست بلدية حجو ولاية ايطازا صباح لاغي تاع حجو طنجي ماهمش يحطو في لاغي تاع وين راهي؟ الو وين راهي اخي؟ لا تحب في مونترايز تحب في مونترايز فار بن عكنون فار بن عكنون عجوزة فار بن عكنون واش بعد شنو خبيت بالك متاع ما عرفتش داكور خويا ما كاينش مشكل دوك نبعثو لك باي بروبليم اخر طريق المطور داكور خويا هادي صافا السلام عليكم السلام ورحمه الله الاخ واش جات كاين سيجار لهنايا أنا رانا متواجدين في قاعة مركز يعني نداءات غرفة شرطة النجدة معروفة بالكول سنتر فكذلك هذه القاعة تستقبل يعني العديد من المكالمات أو البلاغات عن المواطنين أو حتى طلبات الاسترشاد يعني في قاعة شرطة النجدة ما تكتفيش إلا يعني بطلب البلاغات أو حاجة من الدون في حتى نتلقاو يعني في الحالات اليومية ما يقارب 1400 حتى 1500 نداء أما في ظل يعني التقلبات الجوية وما ينجم عنها في العديد من المرات يعني بعض تسربات المياه أو تأثير الحركة المرورية فعدد المكالمات قد يرتفع إلى حوالي 2000 مكالمة يعني يوميا قاعة 1548 إذن غرفة شرطة النجدة هي كذلك تكملة لمهام غرفة شرطة النجدة اللي كانت في 17 والآن عندنا 1548 فكذلك هذه الأرقام الخضراء هي شرطة النجدة تستقبل العديد من المكالمات أو كذلك بلاغات يعني بما أنه كذلك خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية الجزائر من ضمن المهام اللي راهي تقوم بها يعني من ضمن الحملات التحسيسية فلاحظنا كذلك استجابة لدى الإخوة المواطنين فهم أصبحوا يعني لا يبخلون عنا في اتصالات سواء ليلا أو نهار أو حتى على مدار 24 ساعة البلاغات الهزلية اللي ممكن تعيق العمل تاعكم إذن من هذا المنبر سيدي الكريم نشكرك على السؤال هو سؤال وجيه وفي محله فلاحظوا يعني في العديد من المرات ان نتلقاو يعني بعض المكالمات يعني الغير مجديه او التي لا يعني بعض المكالمات الغير مجديه كي نقصد بين قوسين سي دي زابيل دو بليزونتري وهنا راح تاثر ربما على طالبين نجده ولهذا نتوجه مره اخرى للاخوه المواطنين فيراقبوا حتى تصرفات ابنائهم ويفهموهم يعني كحس حضاري او يعني كمسؤوليه انه رقم الشرطه الاخضر رغم يعني المديريه وفرت مجانيه المكالمه وسريه المتصل لكن يبقى دائما هو رقم أخضر لإنقاذ روح أو إنقاذ ممتلكات أي مواطن.